الان الهاف ويف ريكتيفاير طبعا يعني المره الماضيه كان ان كنترول. ليش كان ان كنترول؟ لانه كان دايركت. طيب لو انا حابب اتحكم فيه، لو انا حابب اشغله باللحظه اللي انا بدي اياها واخليه بعدين هو يطفي، امتى هو راح يطفي لحاله؟ لما لا مش الاس سي ار. كيف راح يطفي معي الاس سي ار؟ امتى راح يعمل سويتش اوف؟ لما اتخاذ قيمه الديود، لما ينزل الكرنت اللي مار فيه لزيرو، لما الكرنت ينزل تحت الكرنت اللي مار فيه ينزل تحت زيرو. خلينا نبدا اول شيء ناخذ فولتج سورس، الفولتج سورس رح نعمله زي ما عملنا قبل هيك، رح ناخذ هذه 100 فولت بيك وراح احول هاي ل 50 هرتز، والسامبل تايم تذكر السامبل تايم كنا نحطه 1 بي تو ذا ماينس 6 1 مايكرو سكند. هي عندي هذه جاهزه هيك. هلا خلينا نجيب الكونتينيوس جي يو اي للحل. راح نروح هون على سم باور سيستمز ناخذ الباور جي يو اي، هاي ضروريه للحل، راح احطها هون، احطها تحت هون. بعدين بدنا اليمنتس ناخذ الجراوند، هلا انا حابب هذا اعمل له هاف ويف ريكتيفيكيشن، بس الهاف ويف ريكتيفاير بدي اعملها كنترولينج، بدي اتحكم بالهاف ويف اللي بتطلع معي. فخلينا نشوف كيف رح نعملها. رح ناخذ الان اي سي فولتج سورس، بعدين بدي لود، انا ناخذ ايلمنت هون، بدي اخذ سيريز ار ال سي برانش، رح احوله في البدايه لار بس، رح يكون ريزيستيف بس. اوكي، بعدين رح الفه هون 90 درجه، روتيت كلوك، نعمله كلوك وايز، وناخذ نحطه هون. اي صار عندي هذا اللود، او لسه انا لازم احط الاس سي ار، مش هيك؟ خليني اجيب ثايرستر، حتى اجيب ثايرستر لازم انزل على الباور الكترونكس. ففي لايبرري بنفس السيم باور اسمها باور الكترونكس، استعملنا قبل هيك ما بتتذكروا بالبدايه، راح استعمل انا ثايرستر. الاسم العلمي الاصح هو سيليكون كنترول ريكتيفاير. الام هذه بتعطيني ميجرمنتس، في اشياء انا ممكن اقراها او ادرسها عن هذا السيستم. انا الان راح اطفي الميجرمنت، فراح اكبس هون اقول ميجرمنت اوف ميجرمنت بورت. ميجرمنت بورت يعني بعطيني سيجنالز. لاحظوا على فكره اذا بتطلعوا على ميجرمنت بورت ايش شكل الاوتبوت تبعه؟ الشكل الاوتبوت تبع الميجرمنت بورت هون كانه سيجنال، مضبوط؟ مش باور، فبقدر اخذ عنه معلومات، يعطيني معلومات. انا هلا بدي اطفيه، بالوقت الحاضر راح اطفيه، ما راح اخذه، فراح اطفي هذا من هون، وراح اخلي بقية الاشياء زي ما كان. لاحظوا هذول بتشبه الدايود الى حد ما، مش هيك؟ الفور فولتج نفس الشيء، يعني كاني عمالي بقول ايش؟ في اتحكم فيه من خلال الكنترول. صحيح، تمام، اذا هو كانه زي الدايود بس بامكاني اتحكم فيه عن طريق الجيت. لانه شوف اطلع، خلينا هاي بوينت 8 زي ما كان، خلينا هذه بوينت، يعني الديفولت فاليوز اللي السيم باور سيستمز حاطينها لهذا الاس سي ار او الثايرستر تشبه الى حد كبير اللي كانوا محطين للدايركت، فكانه الاختلاف الاساسي بشكل رئيسي انه انا بامكاني هذا الاس سي ار او الثايرستر اتحكم فيه عن طريق الجيت، بعمل له سويتشنج اوف، لكن السويتشنج اوف انا ما بقدر اتحكم فيه، اعمل له سويتشنج اوف عن طريق الجيت، واضحه النقطه؟ هذه الجيت بس بقدر استخدمها حتى اعمل تريجرنج، ولذلك بستعمل كلمه تريجرنج. تريجرنج انه متى ما كبست الهاي ما بقدر ارجع الرصاصه بعد ما اخلص، لما بشيل اصبعي عن المسدس ما بترجع الرصاصه بتدخل في داخل هذا، انتهى، مش هيك؟ فبحيني بعمل تريجرنج. اذا هذا الاس سي ار راح احطه الان، اعمل له ترانسبوزنج ما بين الباور سورس، الباور سورس راح يجي على الانود، والكاثود راح يجي على الريزستيف لود، وبعدين راح اخذ من هون حتى اكمل الدائره، راح اخذ من هون انا، هي اكتملت الدائره عندي الان، صار عندي هذا، وهذا راح اعمله ريزستيف لود بس. خلينا نحطه مثلا 10 اوم زي ما عملنا سابقا، نحكي اوكي، راح نسمي هذا ريزستر او ريزستيف لود. اذا هذا جاهز هيك. بدنا نقيس، بنحب احنا نقيس الكرنت والفولتج حتى نشوف الفولتج اللي جاي على اللود والكرنت، فراح نروح على الميجرمنتس الكتريكال سورس اليمنتس ميجرمنتس، ومن الميجرمنتس رح ناخذ كرنت ميجرمنت زي ما كنا نعمل سابقا، رح ناخذ فولتج ميجرمنت زي ما كنا نعمل سابقا. خلينا هلا نرتب الكرنت ميجرمنت والفولتج ميجرمنت. الكرنت بدي احطه هون، فهذا رح يصير الكرنت اللي داخل على الريزستر، والاشاره هلا جاهزه معي هي هون، بوديها على سكوب كمان شوي، ورح اعمل كمان فولتج ميجرمنت لاشوف الفولتج اللي موجود عبر اللود، ورح يكون هذا
اوكي هذول جاهزين على الروح على الدكتور راح احط مالتي بلكسر. وفي شغله ثالثه اللي حابب اشوفها، شو تتوقع الشغله الثالثه اللي بحب اشوفها؟ فولتج الثالث ممكن، ممكن فولتج الثالث ممكن، بس في شيء جديد كمان هون الكرنت الجيت الجيت ايش الجيت؟ الفولتج اللي بدي احطه على الجيت. انا هلا بهمني اشوف انه لما بحط فولتج على الجيت هل فعلا بيعمل هو سويتشينج اون ولا اوف، يعني هون تيرمينال جديد. هلا هذا طبعا وين بدي اجيبه هاي البلس هاي اللي بتروح على الجيت؟ دابا بدي اجيب لها سيجنال. من وين راح اجيب السيجنال هاي؟ مين قال كلوك؟ بدي كنترولر، بدي هلا كنترولر. الكنترولر هاي بدها تدخل سيجنال على الثايرستر، بس بهمني شيء معين في هاي الكنترولر لما بدها تدخل السيجنال. تحكم فيها بدها نوع من السينكرونايزيشن، هلا بنشوف السينكرونايزيشن. خلينا اول شيء هلا نزيح هذا شوي. خلينا اول شيء احط الاوسيلوسكوب. راح اجيب من اللايبرري. بدي اجيب اوسيلوسكوب 6 بايسكوب. بايسكوب وبدي بعدين المالتي بلكس. هاي اذا طلعتوا في عندي ماكس وفي عندي دي ماكس. هاي المالتي بلكس. ايش طلع عندي؟ ايش اللي غير 5000؟ اه خلينا نغير هاي 5000 صحيح احسن. خلينا نعمل فرن. ما عملنا ايه؟ طلعوا لي مضبوط على الجراف. لا ايوه ماشي ان سيريز، هي هذا ماشي ان سيريز بس هذا ماشي القيمة تمام. قديش القيمة؟ بتبدا في النص 80 ملي امبير. لا طلع مضبوط هون. قديش هذا الفولتج؟ كم فولتج عمال بدخل انا؟ 80 ملي فولت. وقديش الكرنت؟ اقل من 10 ملي امبير. معناها هذا بس هون ليكج كرنت. ها؟ ما اشتغل السيستم، كلامكم مضبوط ما اشتغل، بس بدكم تقولوا لي ليش؟ هذا هون بس عماله باخذ، يعني في كرنت صغير جدا عماله بيمشي وفولتج صغير جدا عم بيمشي، بس ما لهش قيمه. يعني هذا سببه الاون ريزيستنس او الليكج تبع السي ار. اذا نحن ما حطينا بلس هون، لازم نحط بلس هون حتى يشتغل مع السيستم، مضبوط؟ حتى نعمل هيك، الكل فاهم هاي شو حكيت لك هون اللي حكيت هون شو صار؟ هذا مش ايديال، هذا في له اون ريزيستنس. فحتى لما يكون مش فاتح كانه في نوع من الريزيستنس عم بيصير في نوع من الليكج. اذا هلا بدنا ندخل احنا هون الجيت، بدنا نحط الشيء على الجيت حتى نشغل السيستم، خلينا نشوف شو بدنا نستعمل. هلا في عندي باور الكترونكس اكسترا لايبرري، في عندي شيء اسمه كنترول بلوكس، شفت الكنترول بلوكس هاي؟ بالاكسترا لايبرري مش بالباور الكترونكس، بالاكسترا لايبرري في شيء اسمه كنترول بلوكس. كنترول بلوكس في 12 بلس جنريتر وفي
وفي 6 بلس جنريتر راح ناخذ. لاحظوا ايش اسمه لهذا سينكرونايز. طلع طلع هذا البلوك ايش بدخل له من هناك؟ 6 بلس. ليش بسمينه 6 بلس؟ كانه ايش بدنا نستعمله لمين؟ الثري فيز. تمام جاهز هو للثري فيز. انا اذا انت بتحب تستعمله انه لسنجل فيز بتقدر، بس هو مجهز عشان يستعمل للثري فيز. فكم بلس تتوقع يطلع عندي من هون؟ 6 بلس للبوزيتيف والنيجتيف، بوزيتيف نيجتيف بوزيتيف نيجتيف. وبلاحظوا الكلمه هاي سينكرونايز، ايش يعني سينكرونايز؟ متزامن. متزامن، معمول متزامن، لانه البلسز هاي لازم تطلع بالنسبه لفولتج معين، لازم اعرف الفولتج حتى اطلع البلسز. شوفوا ايش رح نعمل الان. في عندي داخل له اكثر من شغله، داخل له الفا ديجريز، ايش تتوقعوا الفا؟ فارق انجل. هي الزاويه فارق انجل. اي بي وبي سي وسي اي كانهم ار اس اس تي 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 ار. تتذكروا ار ماينس اس، اس ماينس تي، تي ماينس ار. هذول هم الثلاثه اللي راح اعمل سينكرونايزيشن معهم. وبلوك هذا زي بلوك زي انيبل، اخذتوا ديجيتال لوجيك؟ بالديجيتال لوجيك تتذكروا كان في شيء اسمه انبوت اسمه انيبل. ها متذكرين الانيبل؟ هذا زي الانيبل بس هذا كانه اكتف لو. تتذكروا البابل تكون محطوطه عليهم مرات؟ واحد وصفر. اذا هذه يا بحط واحد يا صفر، اذا حطيت واحد شو بعمل؟ لانه بلوك هو اكتف بلوك، يعني اذا حطيت واحد يعني كاني عم بقول له اعمل بلوك اطفي، واذا حطيت زيرو بيشتغل. اذا خلينا نحط زيرو، حتى نحط زيرو هون بدي اروح على بلوك اسمه كونستنت من السيميلينك، بجيبه من السيميلينك. اذا بنرجع على السيميلينك نفسها وباخذ هون المفروض يكون في شيء اسمه كونستنت، هي شايفينه الكونستنت؟ باخذه هون راح احطه على زيرو عشان يشتغل ولا راح يضل طافي. وراح اسميها هون انيبل اذا بدك عشان انت تعرف شو عم بيعمل. يعني شو الهدف منه؟ ليش حطيناه؟ لازم احنا نزيل كل شيء هون. إذا هيك رح نعمل هيك رح نعمل هيك، أوكي؟ إذا هلا أنا أول شيء عملته عملت له إنيبل يقدر يبلوك. طيب كيف عندي 6 بلسز وطالع أوتبوت واحد؟ لما تعطيها وان المفروض تعطيك أوتبوت واحد، سيجنال. ماشي سيجنال، هي صحيح سيجنال، بس أنا المفروض أقدر أطلع 6 بلسز منها، مش هيك؟ بس أنا مش مطلع لي غير أوتبوت واحد هون، ليش مش مطلع لي 6 أوتبوت؟ تمام. اذا جامعهم هم كلهم في اوتبوت واحد، حتى افصلهم السته شو لازم اعمل؟ دي ماكس. اذا بدي اروح اجيب دي ملتبلكسر هون، من الان بدنا نروح هون وبدال الماكس اللي استعملناها الفتره اللي صرنا نستعملها رح نستعمل دي ملتبلكسر. دي ملتبلكسر رح تسمح لي احط هذه هون واشبكها هون وبعدين رح ازيد عدد الاوتبوتس هون ده ستة. كيف بعرف من الدوكيومنتيشن من الليترشر تبعت مش انه يعني بدك تقرا هاي تقرا عن البلوك هذا. اذا بتطلع على اي بلوك بس عليه، اذا كبست على هيلب راح يشرح لك شو السيستم هذا وشو بيعمل. دكتور 65 صحيح احسن، هاي لازم تكون 50. وهي راح نكبرها شوي عشان ناخذ. هي صارت عندي هون هذه ستة لاني انا حطيتها ستة، هو فعلا في 6 سيجنال 6 بلسز راح تطلع من هون. هلا انتم ما هذا خلينا نشوف الالفا، الالفا ايش الزاويه اللي بتحبوا نعملها؟ 45 نعمل على 45. لاحظ مش ال 45 تبعت الار والال 120 بصير اي زاويه، احنا خلينا نبدا بزاويه صغيره، نبدا ب 30 درجه، يعني راح ياثر الفايرنج بمقدار 30. اذا بناخذ هذا الكونستنت نفسه راح نرفعه هون راح اغير القيمه اللي هون ل 30 ديجريز وهي راح اسميها. دائما كويس انك تحط اشياء تذكرك ليش انت حطيت الفا اللي هي الفارنج انجل ان ديجريز مش راديانس ان ديجريز. هذا شكله مش مرتب هيك احسن. ماشي واضح هيك هلا؟ اذا بدينا هلا الخطوه الان. طيب هلا خلينا نشوف هون اي بي شو بدنا ندخل عليها. احنا هون مش تري فيس سيستم، بدي ادخل فيز واحد عليها مش عندي ثاني. طيب بقدر ادخل الفولتج هون مباشرة؟ بقدر اخذ من هاي النقطة وهاي النقطة ادخل هذا الفولتج هون؟ لا. ليش؟ دخلنا الفولتج ما بنستفيد، ما بنسوي كنترول ثاني. عندي صوت. دخلت الفولتج
تتغير. بدي ادخل هذا الفولتج بشكل لانه هذا اللي بدي اعمل فارق معاه مزبوط. بس انا سؤالي ليش ما ادخل الفولتج هون مباشره؟ للسي ار بده كنترول سيجنال مش تمام. بده كنترول سيجنال صحيح، بس انا بدي اعمل سينكرونايزيشن. الكنترول سيجنال للسي ار رح تيجي من هون، هذا اوتبوت. ايش ضروره هذول الانبوتس A و B و C؟ A B و B C و C A، ليش بدخلهم هون؟ هذا لما يكون نعم لما يكون صحيح. حتى بس سنجل فيز لازم ادخل. ليش لازم ادخل هذا؟ عشان يعرف شو دخل عليه، دخل عليه الفولتج تاع الار حتى يعمل سينكرونايزيشن. كيف بدي اعمل سينكرونايزيشن؟ يعني كاني انا امبارح بقول لك عند اللحظه الفلانيه بعد هذه الحاله، بعد ما يصير هذا الحادث ب 10 ثواني بدي اياك مثلا تفتح الباب. افرض انا وياك متفقين على شيء، انت بعيد عني 2 كيلومتر، راح اقول لك بعد ما اقول لك الضوء هذا بتعد 10 ثواني بعدين تفتح الباب، ماشي؟ مش ممكن اتفق معك زي هيك؟ هلا انت عارف انه بدك تفتح الباب ومعك المفتاح اللي بيفتح الباب، ايش بدك؟ ايش تحتاج؟ الضوء. بتعرف ال 10، حكيت لك 10 ثواني، بس ايش لازم تعرف؟ الضوء مش هيك؟ الضوء عباره عن ايش؟ عن سينكرونايزيشن، نوع من السينكرونايزيشن. اذا انا بدي اعمل فايرنج انجل من هون واعمل افتح هذا الاس سي ار بعد 30 درجه، ايش رح يسالني هذا الزلمه؟ رح يسالني السؤال، رح يقول لي هذا البلوك شو رح يقول لي؟ بعد 30 ثانيه من ال 30 اعطيته اياها، شو بده يعرف؟ الوقت الاصلي. الوقت الاصلي بده يعرف الزيرو كروسنج. كيف بده يعرف الزيرو كروسنج؟ ايش لازم ادخل له؟ ادخل له الساين ويف اللي هي هاي الساين ويف اللي موجوده هون. ماشي واضح؟ اذا هذول الهدف منهم هو سينكرونايزيشن. اذا ما حطيته ما راح يعرفوها بالنسبه لايش راح يعمل الفايل 30 درجه طويله، ماشي؟ اي بي بي سي سي ان. طيب ليش ما اخذ هلا هذا الفولتج؟ اذا هذا هو الفولتج اللي بدي اعمل له فايل، مش هيك؟ اخذه هذا وادخله هون على اي بي. بقدر اعمل هيك؟ قلت بدي اجيب فولتج بدي فولتج ميجرمنت، مش هيك؟ لازم اجيب فولتج ميجرمنت، لازم اقيس بفولتج ميجرمنت. اذا راح اخذ الفولتج ميجرمنت هاي بدي احطها هون. شو رايك بنلف 180 درجه؟ بعرف شو بقدر الف 180 درجه، خلينا نشوف. 90 90 فليك حلو هيك صح؟ مش هيك ارتب؟ هلا بناخذ هذه من هون ارفعها شوي. هلا بناخذ من هون البوزيتيف. السيجنال هاي بتمثل الفولتج الاصلي اللي موجود. انا هذا راح اخذه وادخله على اي بي. ماشي واضح؟ اذا انا اعطيته هلا السنكرونايزيشن راح يطلع معي هلا بلسز الثالثه والسادسه، راح تكون هي بوزيتيف. اظن هي الثالثه اللي بتهمنا هون، خلينا ادخلها هون. ونفسها كمان راح اخذها نشوفها. طلس مصطفى عمل هذول ثلاثة، رح ناخذ هاي الطلس. صرت شفنا انه ثالث بين انا عرفت ان الثالث لاني انا قارئ عنها بالهاي، هي غير بدك تقرا عنها بالسيميلينج. يعني هي الثالثة بتطلع الثالثة والسادسة لهي دي. نعم. هلو هيك انا حافظهم عارفهم من الهاي، ما في فيش شيء انت تدرس شو راح يحكي لك، بدك تعرف انت من السيميلينج. يعني A و B البوزيتيف تبعها رح تكون الثالثة والنيجيتيف تبعها رح تكون السادسة، و B C و C A بكون نفس الشيء خالص. هاي قعدنا فترة طويلة أنا ومحمد الطالب من عندي لحد ما لقيناها. خلينا نشوف. في عندنا غلط، في عندنا شيء غلط ما عم يشتغل مضبوط. خلينا نشوف. مضبوط تبعتنا. خلينا نشوف اول شيء انه الفولتج والكرنت تبعتنا داخل مضبوط. راح القي هذا الفولتج ميجرمنت هلا وراح القي هذا الكرنت ميجرمنت، وبدي اشوف انه البلس عمالها بتيجي بالوقت الصحيح بالنسبه لهذا الفولتج ولا لا. حتى اعمل هيك راح اخذ هاي الفولتج ميجرمنت وادخلها على الاوسيلوسكوب.
يمكن تكون البلس السادس اللي لازم ناخذه مش الثالث. هذا نشوف. خلينا نعمل رن ونشوف. شايفين ايش هذا؟ ايش اللي هون؟ هاي الفارينج لاس. قديش احنا الفارينج انجل طلبناها تكون؟ 30 درجة. يعني البلس امتى رح تبدا؟ رح تبدا 30 درجة بعد الزيرو كروسنج تبع السيارة. احنا بدنا ناخر الدايود ما كان ياخر، مش هيك شو كان يعمل الدايود؟ على الزيرو مباشرة يشتغل هذا، لكن هذا رح ياخر ب 30 درجة. خلينا نطلع هل البلس جاي في المكان الصحيح؟ طلعوا لي انتوا قولوا لي. هي البلس هون. يعني هي هون البلس جاي، هل جاي بالمكان الصحيح البلس؟ ليش؟ مع بداية السيجنال لازم يعني بداية اذا جاي نيجاتيف، جاي عن نيجاتيف. اذا شو لازم اعمل؟ بدال ثلاثة لازم اخذ ستة. هذا الغلط اللي عملناه. اذا هون بدل ما اخذ من ثلاثة راح اوقف هاي واخذ من ستة. خلينا نتأكد الآن انه هون لو كان في 3 اوت كنت بوضع ثلاثة ولا لو ايش عفوا؟ لو عليها ستة بدل 6 اوت كنت 3 اوت. لا لا هي انا هي هذا البلوك، يعني هذا البلوك بدك تعرف انت كيف بيشتغل، ما فيش شيء بالكتب راح يشرح لك، يعني بدك تشتغل حسب هذا البلوك، هلا هذا البلوك ما راح يطلع له غير ستة، دائما راح يطلع له ستة لأنه هو 6 بلس جنريتر، فراح يطلع لي 6 بلسز، هلا هو حسب ما برمج والمشكلة مش واضح كثير بالسيميليك أنت بدك تعرفها، هدول الثلاث فيزز هدول بيطلع لهم هذا واحد للبوزيتيف أي بي وهذا الرابع للنيجاتيف أي بي، هيك حسب ما هو برمج. ما بتقدرش تعرف غير الطريقه اللي عملناها هون. شايفين هلا لو نشغله رح نشوفه هلا المفروض انه يصير مش بتدخل على الجيم ولا عفوا هلا بتدخل على الجيم اه بس انا اول شيء بدي اشوفه بدي اتاكد انه هو صحيح ولا لا. هلا طلعوا لي هذا صحيح هذا صحيح. قديش متاخر عن الزيرو كروسنج تبع الفولتج؟ 30 درجه. طيب نغير شوي 30 درجه نشوف انه فعلا بتتغير معنا. اوكي. نسويها 15. نعمل رن، المفروض تصير اقرب لزيرو كروسنج صحيح. هي صارت اقرب مضبوط. عملها زيرو. نتاكد انها صارت زيرو رح تصير بالضبط مع نفس الوقت اللي بيجي فيه، رجعت زي ايش كان لما حطيتها زيرو. كان هذا تمام. هي صارت زيرو. طب ليش لها عرض؟ أنا طلبت منها يكون عرضها 10 درجات، وهذا من وين بحدده؟ من هون. البلس ويكسي هذا 10 درجات، ما فيها تكون رفيعة جدا، لما قلتها رفيعة جدا ممكن الكرنت ما يلحق يوصل الكرنت اللي بضل الشغالة اللي فيستر عليه، يعمل لاتشنج، فبعطيها 10 درجات بعطيه وقت بحيث إنه لما أشيل عنه الجيت يضل شغال. لو عملتها رفيعة كثير، إذا عندي إندكتيف لود ممكن تروح تطفي مرة ثانية. فعادة الكويتي محبذ إنه يكون فيه لها ويكس معين. هذا بس بعطي بلس واحد هذا بعطي بلس كل سايكل كل سايكل تاكد منها هلا خلينا نشوف سؤالك كويس اطلع عليه علاقات مضبوط هلا شوف كم بلس عمالها بتعطي المفروض كل سايكل تعطيني بلس ليش ارتفاعها حوالي 1 فولت بس هذا هو الفولتج اللي بدنا اياه حتى نشغل الكيت وهي من ميزه الثايرستر الثايرستر بس بدي هذا الفولتج اللي هو تقريبا كانه فورورد بايس للجنكشن اطلع هلا خلينا نتاكد السؤال اللي ساله الشاب هناك ايش اسمك؟ سام سامي سأل المفروض يكون عندي كل بلس هلا المشكلة هون عندنا خليني اشوف اذا بقدر اعملها هيك لو لمتين حتى اشوف هون هي هون واضحين ها عندي البوزيتيف زيرو كروسنج مش النيجاتيف زيرو كروسنج لو جبت الثالثة رح تعطيني بلس هون للنيجاتيف بس هاي البوزيتيف هي بوزيتيف وحدة هي 20 ملي سكند 20 ملي سكند 20 ملي سكند الزاوية تبعتها زيرو وعرضها قديش؟ 10 درجات خلينا نغيرها ل 90 ونشوف شو بصير رح نغير هاي ل 90 درجة نعمل اوكي نعمل رن هاي صارت عندي 90 درجة مضبوط؟ نعم هلا هاي تكشف القطع هي تاعت نعم نعم ايش بيمثلها في الهاردوير؟ هلا في الهاردوير ممكن انت تشتري هلا بعرف اذا في بيبيعوا منهم هذول او انت بدك تبني مثلا بينك مايكرو كنترول اه بس كده اللي عملها فيز مع شو اسمه اه تمام سؤال انت بتعمل السينكرونايزيشن مش هيك؟ يعني بعرف سؤال كويس خليني بس قبل ما اجاوب سؤاله تتذكروا احنا قلنا لازم يكون عندي سينكرونايزيشن كيف هو عرف 90 درجه بالنسبه لايش 90 درجه؟ لا
للفولتج وكيف عرف؟ لاني اعطيته من هون هاي مش هيك؟ هلا انت بدك تعطي فولتج، انت بدك تعمل انترفيس، بدك تاخذ محول والمحول يدخل عليه الفولتج والاوتبوت تحوله للو فولتج 5 فولت ويعطيك سينكرونايزيشن وتدخله على البيك. هلا هو في دوائر جاهزه، بتلاقي في دوائر جاهزه زي هيك بتدخل عليها مباشره بتعطيها انتر فولتج اي سي 220 فولت وهي بتعمل انترفيسنج وبتحوله وبتقرا لها، يعني احتمال كبير تروح تقدر تشتري واحده زي هاي جاهزه تدخل عليها، اذا كان 3 فيز بتدخل عليه 3 فيز من هون، بكون في داخل محول او دائره بحيث انها تنزل الفولتج لفولتج ثاني وبتحولها لسيجنال. لاحظوا هذا ايش كان هون؟ فولتج 220 ما بقدرش ادخله على البيك زي ما هو بالضبط. هون في عندي شيء حوله لسيجنال، والسيجنال بعدين رح تتحول في الداخل ويقراها البيك او الشيب، هاي اللي موجوده بعدين رح تعمل الفارق تعطيني 6 بلسز. طيب شو بتتوقعوا هاي الرابعه؟ الرابعه رح تكون للنيجاتيف. خلينا ندخل الرابعه ونشوفها. رح اخذ الرابعه من هون وادخلها كمان ونعمل الرابعه عفوا يعني من تحت. هلا شو بتلاحظوا صار عندي لونين؟ وبتنتين 90 درجة، بس 90 درجة بالنسبة لمين؟ واحدة بالنسبة للبوزيتيف واحدة بالنسبة للنيجاتيف، وهذا مهم لما نيجي للفول ويف كنترولر، رح نعمل فول ويف كنترولر، رح نحتاج هذا التايم، رح نحط تو ثايرسترز اس سي ارز، واحد هيك وواحد هيك. واحد منهم رح يتحكم في البوزيتيف وواحد رح يتحكم بالنيجاتيف، فرح نحتاج التو بلسز. بس هلا احنا بالوقت الحاضر مين محتاجين؟ البوزيتيف اللي هو اقل واحد هون اوطى واحد هون، اذا رح الغي هذا مؤقتا الان. صار عندي هاي، هلا هاي وين بدي اخذ هالسيجنال؟ على الجيت. رح ننزلها على الجيت، هون هلا هيك جاهز اعمل فارق. هلا بدنا نرجع الفولتج ميجرمنت الاصليه، فرح الغي الفولتج ميجرمنت اللي جايتني من هون. رح اخذ الفولتج ميجرمنت اللي موجود هون، خلينا نبدا اول شيء نشوف الفولتج ميجرمنت اول شيء. نتاكد انها شغاله، هاي طبعا مش محبذ هذا يضل شكله زي هيك لانه. إذا عندي هلا الآن فولتج نترك الكرب هلا شوي وخلينا نتأكد إنه بصير في عندي فايل فعلا على 90. ولاحظوا إحنا ماخذين ريزيستيف لود. إيش بتلاحظوا صار؟ هي لاحظين شايفين البلس لما إجت البلس اللحظة اللي إجت فيها البلس إيش صار بالفولتج؟ إيش صار بالإس سي آر؟ ثيرستر اشتغل وعمل كوندكشن. طب ليش عندي الزيرو خلص انتهى ووقف عند الزيرو فولتج؟ لانه مش اندكتيف لود. فالكرنت خلص ان فيز مع الفولتج. خلينا نحط الكرنت ونشوفه. راح اخذ الكرنت اذا الان كمان. اذا الان ندخل ان الكرنت في اللود، الفولتج في اللود، ولاحظوا هذا اللود ريزيستيف، بيور ريزيستيف. عندي كرنت فولتج والبلس. بنشغله مره ثانيه. ايش بتلاحظوا هلا على الكرنت؟ وين الكرنت؟ طبعا هذا الكرنت. لاحظوا انه جاي، شكل هذا هو نفس الشكل هذا، بس ايش الاختلاف؟ سكيل. سكيل بس على قيمة الريزستر، ولأنه ريزستيف لود ما فيش عندي لاج ولا شيء، ان فيز، بنزل الكرنت لما ينزل الفولتج لزيرو بنزل الكرنت لزيرو. شو اللي صار عندي هون؟ بدأ حسب الزاوية، شو رأيكم نغيرها ل 30 درجة؟ إذا غيرنا الآن ل 30 درجة للفايل ونعمل هاي 30، نعمل أوكي، نعمل رن. هي صار عندي 30 درجة مضبوط؟ من زيرو بعملها قد ما بدي، بعمل الزاوية اللي بدي اياها، البلس من هون، فالبلس هاي البوزيتيف الآن هي البلس الصحيحة. لو بدي أحول هذا لفول ويف ايش بقدر أعمل الآن؟ هسا دكتور كمان لما سوينا هسا لما حطينا الثيرستر نستفيد شغلة إنه بطل ينزل في الماينس. بحدد هناك من هلا ليش بطل ينزل في الماينس؟ هذا السؤال المهم، أنت جاوبني عليه. عشان حددنا الدايركت ما بدنا ندير الأذكر ينزل في الماينس. لا انتبه انتبه، السبب مش الدايركت، شو كان السبب؟